رقم واحد. رقم اتنين، الأهلي فقد السنة دي ما يقرب من 9 نقاط بسبب الايه؟ التحكيم، وده كان امر واضح جدا. ماتش بيراميدز مش هنقعد بقى نعيد ونزيد فيه، احنا كلنا حافظين، مش احنا بقى كجمهور اهلي بس، لا كل جماهير الانديه كلها عارفين الاهلي اتظلم السنه دي تحكيميا. عندك ماتش بيراميدز جون اتلغى، ماتش وادي دجله ضربه جزاء ما اتحسبتش، ماتش البنك الاهلي الدور الاولاني جون ايمن اشرف اتلغى، ماتش المحله طرد للمدافع على المحله ما خدوش وكان ممكن تكسب وتاخد 3 نقاط. كذا كذا حاله تحكيميه اثرت في مشوارك. تخيل انت الامور دي مشيت بشكل طبيعي كان زمانك فارق على الزمالك كتير دلوقتي، وكان زمانك حسمت الامور زي كل سنه. نادرا قوي لما بيبقى في منافسه مع نادي الزمالك، هل ده تقليل من نادي الزمالك؟ لا طبعا، بس هو ده الواقع، ده اللي بيحصل. ففي كل الاحوال احنا بنتمنى خلال الفتره اللي جايه من المسؤولين في اتحاد الكوره ان يكون في تكافؤ فرص ما بين الفرقتين الكبار جدا اللي بيتنافسوا على بطوله الدوري، كل فريق ليه احترامه وتقديره، ده امر مفروغ منه. ازاي بقى يكون في تكافؤ فرص؟ انت ضغطت على الاهلي في عدد ماتشات ورا بعض، 19 ماتشات ورا بعض اتلعبوا، في المقابل انت بتريح نادي الزمالك في بعض المباريات وبتديله فتره راحه غير مطلوبه وبتحاول تساعد الزمالك بشكل او باخر. فانا عايز اقول رساله للناس يعني بالراحه وبهدوء كده، انتوا يا جماعه لو عندكم نيه ان انتوا عايزين تغيروا شويه، بدل ما الاهلي بياخد الدوري كل سنه تدول الزمالك، قولوا لنا نبقى عارفين كده عادي. عندنا منه كتير جدا الدوري ده، عندنا 42 دوري. هنبقى زعلانين لان احنا متعودين على البطوله دي، لكن في نفس الوقت خلينا صرحه مع بعض، يعني لو في نيه ان انتوا تدوا الدوري للزمالك ادوهوله، والف مليون مبروك لجمهور الزمالك، بس قولوا لنا، ما يبقاش بالطريقه دي. لان بصراحه موضوع كمان ان الزمالك الناس معسكره، عاملين معسكر في في في, في اسكندريه في برج العرب، فطلبوا ان هم يلعبوا الماتش اللي جاي ليهم هناك مع غزل المحله في اسكندريه، لان الماتش اللي بعده مع الاتحاد في اسكندريه، فبدل ما يروح ويرجع ويعاني نفس المعاناه اللي عاناها النادي الاهلي على مدار عدد كبير من المباريات الفتره اللي فاتت، ومباريات كلها كانت مضغوطه كل يومين 3 ماتش، ها لا احنا نريح الزمالك. على راي مسؤول من مسؤولي نادي الزمالك ان الراجل في اتحاد الكوره ما بيقولناش لا على حاجه، فواضح الكلام واضح اهو، هم فعلا في مساعده لنادي الزمالك. فيا جماعه خلينا كده ايه واضحين مع بعض، لو في نيه ان الزمالك ياخد الدوري قولوا، مفيش مشكله خالص عادي، مش هيأثر النادي الاهلي في حاجه يعني، طالما في وضوح يعني وفي صراحه في الامر. فدي نقطه مهمه، نتمنى بعد اذنكم بعد اذنكم حياديه وتكافؤ فرص فيما هو قادم من ماتشات للزمالك وللاهلي. ما بقولكش يا عم تعالى مع الاهلي على الزمالك، ولا تيجي مع الزمالك مع على الاهلي، الاهلي مش محتاج حد يساعده خالص، الاهلي بيكسب بعرقه، وده اللي احنا متعودين عليه وعارفينه على طول على طول. واكبر دليل ان بعد الفار لما دخل مصر في حالات كتير جدا جدا اتحسبت على الاهلي، ولما رجعنا للفار انصف النادي الاهلي فيها. ففي كل الاحوال الاهلي مش محتاج حد يساعده، بس الاهلي محتاج عداله سواء تحكيميه او عداله كمان اداريه في اداره المباريات وتنظيم المباريات وكلام من ده. الجزئيه الثانيه، الناس تقول لك ما اتحاد الكوره اجل